أخذنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. نبي الله موسى أراد أن يغيب عن قومه 30 ليلة فقط. خلال هذه 30 الليلة لم يتركهم بلا قيادة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حتى 30 ليلة يريد أن يغيب نبي الله موسى لا يتركهم بلا قيادة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو النبي الخاتم، وأمته هي الأمة الأخيرة حتى انتهاء الأرض ومن عليها، هل يعقل أن يغيب عن هذه الأمة غيابا أبديا؟ ويترك هذه الأمة بلا قيادة؟ هل هذا ينسجم مع الحكمة؟ هل هذا ينسجم مع الرحمة؟ هل هذا ينسجم مع الرأفة؟ النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف وهو الرحيم، واشتق لنبيه صلى الله عليه وآله صفتين من صفاته، الله رؤوف ورحيم، والنبي صلى الله عليه وآله رؤوف ورحيم. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يترك هذه الأمة بلا راعي وبلا قيادة، وليظلوا يتنازعون فيما بينهم ألوف الأعوام؟ هذا ممكن؟ الجواب كلا.